اتفاجئت جماهير نادي نابولي بإيقاف لاعب فريقهم الشاب جيان لوكا غايتانو لمدة مباراتين بعد عودته من الإعارة اللي انتهت بنهاية الموسم الماضي لنادي كريمونيزي في الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي. الأمر اللي أثار استغراب جماهير نادي نابولي هو أن اللاعب الشاب لعب مع فريقه كريمونيزي حتى آخر مباراة في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية من غير ما يحصل على أي بطاقات صفراء. طب ليه تم إيقافه؟ الأمر بدأ في مايو لما كان لاعب نابولي الشاب معار الموسم الماضي لكريمونيزي في الدرجة الثانية عشان يقوم قبل مباراة فاصلة أمام كومو بإرسال رسالة نصية لصديقه فيتوريو باريجيني المعار من نابولي أيضا قايل فيها هل ممكن تدونا 3 نقط المباراة يوم الجمعة؟ الرسالة كانت مصحة بين الصديقين باريجيني وغايتانو واللي بتربطهم علاقة وطيدة خلال السنوات الماضية أثناء وجودهم في فريق الناشئين في نابولي. رد باريجيني أيضا أكد أن الأمر مصحة كاملة لما أرسل له الرد سريعا وقال هنفوز عليكم بكل تأكيد وفريقك مش هيتأهل وهنرجع لنابولي سوا الموسم الجاي. لكن ده ما حصلش داخل أرضية الملعب وخسر فريق كومو المباراة الفاصلة. نادي كريمونيزي نجح في الفوز على نظيره كومو في المباراة الفاصلة للتأهل للدوري الإيطالي الممتاز بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل بالفعل اللاعب المتهم في القضية دي جيان لوكا غايتانو هدف الفوز الحاسم في المباراة عشان يخطف الانتصار لفريقه. غايتانو سجل الهدف الثاني لفريقه كريمونيزي في الدقائق 10 الأخيرة وخطف نقاط المباراة الثلاثة واللي تأهلت بفريقه للدوري الإيطالي الموسم الجديد. لكن الاتحاد الإيطالي قرر أن يتم التعامل مع الرسائل بين اللاعبين بحزم شديد. تم تسريب الرسائل بين اللاعبين غايتانو وباريجيني على واتساب علشان توصل للاتحاد الإيطالي، واللي قرر فتح تحقيقات موسعة للاعبين حوالين الرسائل اللي جمعتهم قبل الماتشات. الاتحاد الإيطالي وحتى مع التأكد من أنها كانت مصحة بين الثنائي ورد اللاعب القاطع عليه، إلا أن لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي قررت أنه لازم معاقبة اللاعبين بتهمة التلاعب بالمباريات. وبالفعل اتخذ الاتحاد الإيطالي قرار بإيقاف غايتانو لمدة مباراتين في الموسم الجديد بعد عودته لنابولي عشان يغيب بدا عن مباراتي فيرونا ومونزا، مع توقيع غرامة مالية ضده تصل ل 4500 يورو بجانب توقيع غرامة على فريقه السابق كريمونيزي تصل ل 5000 يورو.